نبدأها بجريدة الجمهورية. الكهرباء والبترول في اجتماع مشترك الصيف لن يكون مظلما، والتحسن تدريجي في شبكتي الغاز والتيار الكهربي. أكدت وزارتي الكهرباء والبترول تدفق كميات جديدة من الوقود لمحطات التوليد بالكميات التي تم الاتفاق عليها في مجلس الوزراء الأيام الماضية، وأن نتائج ذلك ظهرت خلال الأيام الماضية باستقرار شبكة التيار الكهربي ووجود فائض عن الاستهلاك للمرة الأولى منذ عدة أشهر، مؤكدتين أن الصيف المقبل لن يكون مظلماً.